السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. هذا الفيديو الثالث ديالنا ان شاء الله في هذا الكور، هذا البيو ستاتستيك د اس في تي اي 6. احنا دابا وصلنا للمرحله الثالثه اللي هي لانترفال دو كونفيونس، واللي هي اهم مرحله وثاني اهم مرحله في هذا الكور هذا، واللي هي مرحله مهمه بزاف وكطيح في الامتحانات بزاف وكيطيحوا عليها النقاط. بالنسبه لانترفال دو كونفيونس فيه 3 دليكا 3 كا، فيها كا نورمال و الكا الكونتاج و الكا بروبورسيون. حنا غندرسو كل كا بوحدها. بالنسبه لنا غنبداو بالكا نورمال. الكا نورمال فيها جوج حالات. كا نورمال تقدر تجيك لنا الفاريونس كوني و الفاريونس انكوني. بالنسبه للفاريونس خصك تقرا التمرين مزيان و تقرا مزيان و تركز فيه و تشوف واش الفاريونس ديالك معطيه ليك ولا ما معطياش، و تعرف راسك شمن حاله غادي تخدم. بالنسبه احنا غادي نبداو بالفاريونس كوني. الفاريونس كوني كيكون عندنا ليكس لي شونتيون ديالنا كينتمينا للوا نورمال. حنا دائما كنقولوا بلي الكا نورمال كنخدموا بها في اللوا عادي، اللوا نورمال يعني غادي نخدموا بموين اكس او بالفاريونس او كاري. اكس لي شونتيون ديالنا كينتمينا للوا نورمال يعني موين اكس او فاريونس او كاري. الو حتى الى تعطاتنا موين اكس غادي نخدموا في اللوا نورمال، وغنخدموا بالموين دو موين اكس والفاريونس دو موين او كاري، يعني نفس الشيء. بون، اهم حاجه هي الشرط هذا اللوا هذا هو ان يكون عندي الموين دو موين كيساوي اكس، الموين دو موين كيساوي لنا الموين اكس، اي الفاريونس دو موين او كاري كيساوي لنا الفاريونس او كاري سير ان. هذا هو شرط هذا اللوا هذا. بالنسبه لهذا الفراز هذه تقدر تجيك عاديه، مي هي مهمه ومهمه بزاف وضروري خصك تحطها له هي الاولى عاد تبدا الخدمه ديالك، باش حيت هذه عندها واحد البورسونتاج التنقيط حتى هي كدي واحد 0.75% ولا حتى النقطه. مي انت كتكون خارج يعني امتحان كتقول جاوبتي، مي الا ما حطيتيلوش هذه كطيح لك من النقطه ديالك. بون، هنا ملي كتحدد اللوا ديالك كتحدد راسك فين غادي تخدم وتحدد الشروط ديالك، نزل بروبابيليتي ديالك واش من غولاسيون غادي تخدم بها. هنا عندنا البروبابيليتي ديالنا كتكون زيد محصوره ما بين ناقص ا و ال ا، ما بين السالب والموجب. اذا البروبابيليتي غادي تساوي لنا ام اكس الموين اكس ناقص ا الغاسين د فاريونس او كاري سور ان. الموين اكس محصور ما بين ام اكس زائد ا الغاسين فاريونس او كاري سور ان. بالنسبه لنا هنا حنا خدامين في اللوا نورمال، غادي نخدمو بالموين اكس حيت هادي كتبدل من كل حالة لحالة. هنا كنخدمو بالموين اكس، يعني الموين اكس غيكون محصور ما بين ام اكس ناقص ا الجذر د فاريونس او كاري سيغ ان، اي ام اكس زائد ا الجذر د فاريونس او كاري سيغ ان. لي كيكون شونجي بيناتهم غير اشارة باش تلقى طريقة العقل بيناتهم كتر. بون، ملي كتحدد بروبابيليتي ديالك كتبقى ليك المرحلة الثالثة اللي هي انك تنزل لانترفال. لانترفال منين كنزلو كنجيو هاد البروبابيليتي هادي كنشدو هاد العلاقات هادو، هادو هما المجال ديالنا كنشدو كنزلوهم في لانترفال. يعني لانترفال ديالنا كيساوي لنا الموين اكس ناقص ا الجذر الفاريونس او كاري سيغ ان، والموين اكس زائد ا الجذر الفاريونس او كاري سيغ ان، يعني يقدر يجي ما بين السالب والموجب. بون، دابا حددتي العلاقات فين غادي تخدم وحددتي اللوا ديالك وحددتي الكا ديالك حددتي كلشي، كتبقى لك حاجه واحده اللي هي التطبيق عددي. اون كالكيل ام اكس اي الفاريونس او كاري اي ا بار لا لوا دو كونفيونس دو بروبابيليتي. بون، حتى هنا مزيان. بالنسبه للموين اكس الفاريونس او كاري غولاسيون اللي تعطاونا وفيتنا شفنا في الفيديو الثاني اللي خاصكم تكتبوهم وتعقلوا عليهم، مي حنا نعاودوهم. عندنا الموين اكس، موين اكس كيساوي لنا جذر دو لاسوم اكس لاسوم اكس سير ان. هذا هو الموين ديالنا. بالنسبه لام اكس تقدر هي نفسها يو اكس،
موين كنرمزو له بجوج حالات، يا اما اكس يا اما ام اكس، بحال بحال. بالنسبه للفاريونس او كاري، الفاريونس اكس او كاري كتساوي راسين لا صوم اكس اي او كاري ناقص راسين لا صوم اكس اي الكل او كاري سير ان. هذا هو الفاريونس ديالنا او كاري. وبالنسبه لنا هنا راه كنرفعوا كل شيء او كاري باش ما نبقاش يضغطوا فيها، وكتبقى لك حاجه واحده خصك تحسبها هي ا كتحسب باغ لا كونفيونس دو بروبابيليتي اللي كتعطى لك في التمرين، وكتحسب الطابلو نورمال حيت هنايا كنخدموا في اللوا نورمال. و ا غادي نخدموها ان شاء الله في الفيديو ديالها بوحدها، وغادي نحدوا كل حاله بوحدها وكيفاش كنخدموا في كل لوا. بون حتى هنا مزيان. بالنسبه للفاريونس كوني هذه هي لي زيتاب ديالها اللي كنخدموا بهم في التمارين. بالنسبه للحاله الثانيه في هذا الكار ديال الخوت اللي هي الفاريونس انكوني، الفاريونس انكوني في الحاله ديالها كنكونوا ان الفاريونس ما تعطاتناش في التمرين، كيقول لك ان هنا اون استيمون لا فاريونس دو لا بوبيلاسيون فاريونس او كاري بار ليستيماسيون. يعني هنا في التمرين ديالك كتشونجي الفاريونس بليستيماسيون، يعني تقريبا نفس العلاقه ديالك الاولى يعني الفاريونس كوني، مي فيما كان عندك شي فاريونس كتشونجيها بليستيماسيون كتخدم عادي. هنا هادي كتنزلها له باش كيعرفك بلي فاهم عارف الكل ديالك كدير النقطه ديال كامله. اون استيمو لا فاريونس دو لا بوبيلاسيون فاريونس او كاري بار ليستيماسيون. المرحله الثانيه قلنا انك تجي كتحدد البروبابيليتي ديالك، بروبابيليتي كتكون الزيد محصوره ما بين ناقص ا بريم اي ا. هنا ا بريم حيتاش ا بريم هاد الكا هادي فاريونس انكوني كتكون مختلفه عن الكا الفاريونس كوني. بالنسبه للفاريونس انكوني كنخدم في اللوا د تي اللوا د ستودنت، يعني كنخدمو في الطابلو الثاني واحد الورقه كيعطيوها لك مع الكود. المهم بروبابيليتي ديالنا كتكون ناقص ا بريم زيد محصوره ما بين ناقص ا بريم و ا بريم كتساوي لنا ام اكس ناقص ا بريم الغاسين د ليستيماسيون على ان. هنا شونجينا الفاريونس، مي في اللوا ديالنا العادي كنكونو اللوا نورمال كتبقى لنا اي اي اكس، يعني موين اكس كيكون محصور ما بين موين اكس ناقص ا بريم l'estimation sur n mx ناقص a بريم l'estimation au carré sur n. بون هي تقريبا نفس اللي كتشونجا هي الفاريونس و القيمة ا مكتبقاش هي الاولى. بالنسبة للمرحلة التالتة كتجي هي انك تحدد الانترفال ديالك ليميت. الانترفال قلنا كنجيو كنشدو هاد جوج علاقات كنزلوهم في الانترفال، يعني الانترفال ديالنا هو ام اكس ناقص ا بريم الغاسين ليستيماسيون كاري سيغ ان، ام اكس زايد ا بريم غاسين ليستيماسيون او كاري سيغ ان. هنا كتكون حددتي الكا ديالك وحددتي الغولاسيون ديالك واش من حالة غادي تخدم. كتبقى لك حاجة واحدة هو التطبيق عددي. بالنسبة للتطبيق عددي اون كالكيل ام اكس اي ليستيماسيون اي ا. بالنسبه لام اكس عندنا العلاقه ديالها والاستيماسيون حتى هي، بنكتبوهم هنا. عندنا ام اكس ديال موين موين اكس ايتيغال لا سوم اكس اي سيغ ان، هذا هو الموين ديالنا ام اكس. بالنسبه عندنا الاستيماسيون اس اكس او كاري ايتيغال لا سوم اس اكس اي او كاري ناقص غاسين لا صوم اكس اي الكل او كاري سير ان الكل سير ان موانزا. بو بالنسبه للاستيماسيون قلنا هي تقريبا نفس اخرى، اختلاف اللي كاين هنا كنزيدو ناقص واحد. بو
كتبقى لك حاجه واحده ا يوتيليزي لوا تي قلنا كنستعملوا لوا ستودنت اللي كيخدم بالنمبر ديال الدي ال ديالو ان ناقص واحد. يعني في التمرين ديالك ديك العدد اللي داروا لي الاناليز مثلا العدد اشخاص ولا العدد اي حاجه كتنقص منهم واحد وكتخرجها بالكونفيوز بروبابيليتي. بالنسبه للطريقه ان شاء الله غادي تشوفوها في الفيديو ديالها نديروا لها الحاله ديالها بوحدها. حتى هنا مزيان اخوت دابا بالنسبه لك نورمال هادو ما جوج حالات اللي كاينين فيها. باقي لنا دابا الكاد كونتاج والكاد بروبورسيون غنشوفوهم في الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله. كنتمنى تكون وصلت الفكره والله يعاونكم.